السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على الزلزال اللي ضرب المنطقة ديال مراكش والنواحي ديال مراكش. إذا حاليا كنتواجدوا في مدينة طنجة كما كتشوفوا أجواء رائعة أجواء هادئة وفي نفس الوقت غادي نكتشف لكم مزيد على العدد الوفيات خاص مراكش والنواحي ديالها. دعيكم وتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ايوا كما كتشوفوا معنا مباشره من طنجه اجواء هادئه، قدر الله ما شاء وما فعل الهجوم الزلزال خاص بعض المناطق في المغرب خصوصا مراكش اقليم الحوز تارودانت الشيشاوا منطقة ديال صويرة أكادير سلا الرباط قنيطرة مكناس قلميم. إذا نتمنى الله يفرجها الله سبحانه وتعالى وكلشي ديال الله، والتضامن ديالنا دائما مع مراكشيين اللي هاجم عليهم الزلزال وسبب لهم الخسائر وسبب لهم كارثه. كما كتشوفوا اجواء هادئه اجواء رائعه في طنجه. البارح كنا في طنجه وكنا حاليا كنتوجدوا في طنجه وحاليا اجواء هادئه وحنا ما وصلناش الزنزل نهائيا، ما حسينا لا هز ارضيه لا حتى شي حاجه الحمد لله. اذا عندكم تطوان عندكم طنجه عندكم الحسيمه هاد المناطق كلهم اللي كيكون فيهم خاص الزلزال خصوصا الحسيمه راه ما حسينا بحتى شي حاجه وما كاين حتى شي حاجه الحمد لله. والترحم على الناس اللي توفوا ازيد 900 شخص اللي توفى خاص في الزلزال، وفي نفس الوقت بعد اصابه ازيد 700 شخص اصابه، وفي نفس الوقت هذا هو الارقام حاليا. بعد ساعات يقدر غادي يكون تغيير بعد الوفاه، وفي نفس الوقت باش نوضحوا لبعض الناس راه كارثه اللي وقعت في انزميز وبعض المناطق ديال الشيشاوا، خصكم تعرفوا اشنو واقع خاص في مراكش النواحي ديال مراكش. راه الزلزال 7 درجه راه ضرب الحوز منطقه ديال الحوز. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى ان شاء الله يحد الباس وحذاري ثم حذاري من هز الارضيه اللي غادي تجي من جديد. اذا المنطقه ديال الزلزال المنطقه ديال مراكش ممكن اي لحظه تكون هز ارضيه بعد ساعات ولا غدا ولا السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي راه يقدر تكون الزلزال من جديد خاص المنطقه ديال المغرب. مع الاسف الشديد اكادير مهدد بالزلزال، مراكش مهدد بالزلزال، اقليم الدروج مهدد بالزلزال، الحسيمه مهدد بالزلزال، والمغرب مهدد بالزلزال مع الاسف الشديد. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى ان شاء الله الله يحد السلامه الله يحد الباس، هادشي كنتمناو ونتمنى ان شاء الله يدير الله شي تياول ديال الخير. واجواء في طنجه هي هذه، اذا اكتشفنا لكم اجواء بعد الزلزال خاص في المغرب، المناطق ديال المغرب هزه ارضيه بقوه بواحد الطريقه ما تخيلوش، تخلعوا الناس، الوفيات توصلت تقريبا زيد اكثر من 800 شخص توفى، وكارثه اللي وقعت الرعب المشاكل اللي وقعت سبب هزه ارضيه والزلازل خاص في المغرب. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى ان شاء الله الله يحد الباس، ونتمنى تكثروا في الدعوات ديالكم باش يحميكم الله من هزه ارضيه اللي غادي تكون بعد ربما بعد ساعات بعد على حسب الخبره ديالي والتجربه ديالي كنقول بانه هزه ارضيه غادي ترجع من جديد اي لحظه ممكن توقع هزه ارضيه قويه خاص في هذه المناطق ديال مراكش والنواحي ديال مراكش امزميز الشيشاوا. هاد المناطق كلهم ممكن توقعوا فيه زلزال من جديد بعد ساعات، اذا بعد ساعات ممكن على حسب بعض الناس اللي عندهم الخبره خاص في هادشي ديال هز الارضيه كيتوقعوا بانه غادي تكون هز الارضيه من جديد بقوه يا ربي السلامه، ربما توصل ل 8 درجه ولا 7 درجه خاص بعض المناطق خاص في المغرب. اذا اشنا هو الحل هو تبعدوا من ربما تحسوا
هزة أرضية خفيفة ربما 4 فاصلة ولا 3.5 ولا على حسب السرعة ديال الهزة الأرضية، تحاولوا تبعدوا من المنازل، تخرجوا من المنازل، تمشوا المنطقة بحال مثلا بحال هذا المكان، بحال هذا المكان، وتبعدوا على المنازل وتبعدوا على ربما الشجاري على حسب بحال هذا البوط ديال الضوء، تبعدوا منه باش ما تطيحوش في هذه الهزة الأرضية. بعض الناس كيقولوا راه داز الزلزال البارح في الليل خاص مع 11 خاص في مراكش، راه مشى، راه ممكن هزة أرضية من جديد في أكادير هاد الليلة، راه ممكن هزة أرضية من جديد خاص في مراكش، هذا هو الواقع. نتمنى إن شاء الله يكون خير، ونتمنى إن شاء الله الترحم على الناس اللي توفوا خاص في هاد الزلزال ديال مراكش والنواحي ديال مراكش. علاش بالضبط مراكش؟ علاش بالضبط النواحي ديال مراكش؟ إذن هزة أرضية 7 درجة خاص في مراكش بالضبط، إذن الزلزال ضرب المنطقة ديال مراكش والنواحي ديالو، إذن هذا الزلزال ضرب واحد القوة قوية بزاف في هذه المنطقة ديال مراكش، ولكن بعض المنازل في مراكش قويين بزاف صحاح كما كنقولوا، وفي نفس الوقت بعد المنازل اللي تهدموا خاص في النواحي ديال مراكش الشيشاوه، كان وقت ديال نعاس الناس ناعسين 11 الليل، راكم عارفين الناس ديال الدواور ديال الباديه ديال العروبيه كما كنقولوا دائما كينعسوا بكري، كينعسوا مع 8 مع 9. اذا وفي نفس الوقت هاد الناس اللي ساكنين في هذه المناطق ديال النواحي ديال مراكش مبنيين الا المنازل باللوح والمنازل قد الحال، منازل مسلكه فقط، وراكم عارفين البني ديال الدواو وديال ماشي بحال ديال المدينه اللي صحيح اللي فيه مجهد بزاف، عنده واحد السرعه كبيره جدا. اذا نتمنى ان شاء الله يحد الباس، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت دائما العقل السليم في الجسم السليم، وحنا غادي نخبروكم باي حاجه، وفي نفس الوقت هذه هي الحياه، هذه هي الدنيا. اذا بعض الناس كيقولوا هذه الكره الارضيه فيها الزلازل، فيها واش من علامات الساعه؟ اذا معلوم من علامات الساعه، اذا علامات الساعه بانوا خاص في المغرب، اذا هذا الزلزال اللي ضرب المنطقه ديال المغرب من علامات الساعه الكبرى. في نفس الوقت شفتوا درجه الحراره وصلت مرتفعه، شفتوا تسونامي، شفتوا بزاف ديال الكوارث اللي وقعت خاص في الكره الارضيه منذ 2022 2023، كثرت الفيروسات، كثرت الزلازل في تركيا، في سوريا، في المغرب، في بعض المناطق ديال الكره الارضيه. اذا من علامات الساعه، اذا هذا الشيء كاين في القران، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بانه ملي غادي يكون علامه الساعه الكبرى هي كثره الزلازل، اذا كثره الزلازل اللي شفناه، اذا كثره السخونه خاص في الكره الارضيه، اذا 2024 غتوصل درجه الحراره 52 53، بعد المدن الخاص ربما في العالم، اذا بعد الدول في العالم غادي توصل درجه الحراره في 2024 2025 53 54 درجه، اذا ديال الحوايج، اذا هذا الشيء من علامه الساعه باش نكونوا واقعيين، ما نخبوش الشمس في الغربال. اذا الله يحضر السلامه، ونتمنى ان شاء الله الله يحد الباس. اذا حاليا كما كتشوفوا حاليا انا في المدرسه، وفي نفس الوقت قلت بأنه نشارك معكم اجواء خاصة في طنجة. اذا طنجة راه ما كاينش لا زلزال لا حتى شي حاجة في طنجة. اذا البارح وقت الزلزال كنت هنا، كنت في الكورنيش مع 11 تقريبا، كنت تما، ما حسينا ولا هزة ارضية ولا هزة ارضية خفيفة خاصة في طنجة نهائيا. وفي نفس الوقت هذا الشيء راه وقع في مراكش، هزة ارضية والزلزال اقوى زلزال خاص في مدينة مراكش والنواحي ديالها فقط. اذا هنا ما وصلش هزة ارضية، وصلت ربما الرباط، سلا، قنيطرة، مكناس، هاد المناطق كلهم وصلتهم هزة ارضية ولكن خفيفة، ولكن اقوى زلزال هو خاص في المغرب هو في مراكش.